Today we will start with some example about the ecological control pest management techniques. One of the examples about a practical approach to do the ecological pest control management is through multi-cropping. أحد الطرق اللي بنتبعها اللي هي المكافحة البيئية لمكافحة الآفات والحشرات اللي هي المالتي-كروبينج. ما معنى المالتي-كروبينج؟ Growing several crops at the same space has been shown to reduce pest problem relative to monoculture in the same species. وجدوا إنه زراعة المختلطة لعدد مختلف من المحاصيل في نفس المساحة يقلل من إمكانية حدوث مشكلة اللي هي أحادية الزراعي الأحادية الزراعية بحيث إنه عندما تزرع نفس المنطقة في محصول محدد مشكلة الآفات بتكون أعظم مما تكون لما بتزرع زراعات مختلطة، بتزرع قمح، بتزرع ذرة، بتزرع الشعير، بتزرع عريضة الأوراق، رفيعة الأوراق، فبالتالي في نفس المساحة بتقلل من إمكانية إنه يكون في عندك أوت بريك بآفة معينة بتيجي بتهاجم محصول محدد. A classical class of adoption of polyculture of pest management that planting blackberries among grapevines in Central California to control grape leaf hoppers. أحد الأمثلة الناجحة واللي هي بيعتبروها الطرق الكلاسيكية لمكافحة الآفات اللي هي تحدث في شكل انفجاري اللي هي زراعة البلاكبيري اللي هو العنبيات اللي هو أحد أنواع اللي هم التوت البري بيزرعوه حوالين المناطق اللي بيزرعوا فيها العنب لأنه بيجذب أو أنه بيقلل من إمكانية أنه يصير في عنا آفة اللي هي الليف هوبرز لأنه النطاطات بتيجي بالأساس على البلاك بيريز اللي هو بتحمل أكثر من ما بتحمل العنب فبالتالي ما بنقل للعنب الأمراض الفيروسية اللي بتأثر على العنب وإنتاج العنب ونوعية العنب. A parasitoid Angiosperm epos attack the eggs of both grape leaf hoppers and leaf hopper Drelica curacanti on blackberries. هلا في وجدوا انه بالاضافة الى ذلك انه في عندنا نوع من انواع المفترس البارازيتويد اللي هي المتطفلات اللي بتصيب الحشرات بتيجي على بيوض الليف هوبرز اللي هي النطاطات وبتتغذى بتتطفل عليها بالاضافة الى وهدول الليف هوبرز اللي موجوده بتكون موجوده على البلاك بيري فبالتالي وجود البلاك بيري بيعمل حافظه للعدو الحيوي اللي هو البارازيتويد وبنفس الوقت بكون موجود فيها بيوض الليف هوبر فبالتالي النطاطات ما بتفقس البيوض وبيطلع منها نطاطات جديده وتنتقل للعنب. By encouraging blackberries between alternative grape arbors, constant supply of eggs of both leafhopper is available to the parasitoid within persist population enough to bring the grape leafhopper under biological control. هلا وجدوا انه لما بتزرع انت صفوف من البلاك بيريز ما بين اللي هم صفوف العنب بتكون مصدر بتوفر فيه بيوض الليف هوبرز اللي بتغذى عليها البارازيتويد فالبارازيتويد بيكون عمل عملية ايش استابليشمنت اتأسس ونوجد في شكل طبيعي وبأعداد طبيعية في المنطقة فبالتالي ما بتضطر انت كل فترة وفترة ترش أعداء حيوية من الأنجارس ولكن الأنجارس نفسها بتصير بتلاقي مصدر غذاء تتغذى عليه وهي بيوض الليف هوبرز اللي موجودة على البلاك بيريز وبنفس الوقت بتخلي تعداد الليف هوبرز تحت الايكونوميك انجري او تحت الايكونوميك ثريشولد بحيث انه ما يصير في عندنا انفجار وانها تذهب وتصير تنقل امراض فيروسيه للعنب. طبعا الليف هوبرز احنا مشكلته مش بس انه هو بيعمل عمليه امتصاص العصاره من اوراق العنب ولكن انه بينقل امراض عديده وهي الامراض بتاثر على نوعيه العنب نفسه اللي هو بكاليفورنيا بيستخدموه لصناعات النبيذ. هلا وجدوا في الجدول الاتي بفرجيك انه المحصول والحشره اللي ممكن انت تكافحها وايش المحاصيل اللي هي ممكن انت تستخدمها عشان تصير اللي هي الانتر كروبينج او اللي هي مالتي كروبينج يعني بمعنى البينز الفاصوليا في عندنا بتزرع ما بيناتها الوينتر ويت اللي هو القمح الشتوي عشان تكافح البوتيتو ليف هوبرز والبين ايفيدز لما بنروح على الكسافة، الكسافة بتيجي هيك محصول بيزرعوه بأفريقيا بيشبه البطاطا وهو مصدر عالي من الكربوهيدرات بتزرع ما بينه الكاو بيز نوع من أنواع اللي هو الحبوب عشان تكافح الوايت فلايز
وجدوا انه الكول كروبس، الكول اللي هو مثل الملفوف، والملفوف والاحمر والاسود هذول الكول العائله الصليبيه، عشان بتزرع ما بينهم البينز الفاصوليا او الكلوفرز او اللي هم عشان تكافح الكابج فلي بيتلز والكابج ايفيدز والكابج وورمز. فبالتالي تطلع هون على عدد من المحاصيل اللي موجوده للذره، بتزرع بيناتها فاصوليا، بتزرع بينها كلوز سكواش، كلها عشان تكافح اذا عندك مشكله في هاي الافه. طبعا عاده بتكون هاي انها يعني طلعوا انتم الكورن رفيعه الاوراق مثلا، بتزرع ما بينها سكواش اللي هو الكوسه او القرعيات بشكل عام، عريضه الاوراق، عريضه الاوراق عشان ايش؟ ايفيد سبايدر مايت اللي هي بتكون بكثافه بتتجمع على الاوراق العريضه، بس ما بتحدث التاثير زي ما بتحدثه على الكورن بنقل امراض فيروسيه. طيب another way of ecological control it's strip harvesting. Strip harvesting معناتها planting and harvesting corn and beans alternative strip rather than solid monoculture reduces pest insect in both crop. وجدوا انه هلا مع الانتركروبينج، لما انت بتعمل زراعات مختلطه ما بين زراعه اللي هي الذره والفاصوليا، لما بتزرعهم انت رو وبتعمل عمليه حصاد لون سترايب وبتترك خط ثاني، يعني انت بتحصد خط خط لا خط خط لا، بيؤدي الى انه ما بصير في عندك اوت بريك، بمعنى انه الاعداء الحيويه اللي موجوده مثلا على الخط اللي انت بدك تحصده ماشي، إلها الفرصة إنها تلاقي محصول تاني تعيش عليه أو إنها تنوجد عليه تهرب عليه. أما أنت لما بتزرع منطقة كاملة مزروعة بمحصول واحد وتيجي تحصدها مرة واحدة مثل ما بنحصد القمح، وين بده تروح الأعداء الحيوية؟ إذا ما فيش شي مكان تروح تلجأ له رح تضطر إنها تموت. فبالتالي لما بدك تزرع محصول القمح مرة تانية بدك تضطر تنشر أو تستخدم أعداء حيوية، فبالتالي أنت بتخسر الأعداء الحيوية اللي صارت عندك موجودة واستابلشت ومؤسس لها في هذا الحقل. Natural enemies of alpha weevil and alpha caterpillar and aphids are considered on the regrowth so that there are alternative food source and hiding spaces for predators and parasitoids around the year. Consequence which they are always present and suppress pest population. هذا اللي حكيت لكم إياه. هلا أنت لما بتزرع بمناطق وبتصير مثلا هاي قطعه الارض انا زرعت حصدت اول صف وتركت الصف الثاني، زرعت حصدت الثالث والخامس والسابع ماشي، الخط اللي تركته هذا بيكون مكان بيقدر فيه الاعداء الحيويه من مفترسات ومتطفلات تهرب عليه، وبنفس الوقت فيه سورس فود سورس. شو هو الفود سورس؟ حشرات، هو بتغذى وبتطفل على حشرات، الحشرات اللي هربت على النبات اللي تركناه تيجي عليه الاعداء الحيويه بتتغذى عليها وتتطفل عليها. فبالتالي شو صار في عندك انت؟ يعني لما بتزرع انت الكورن والبينز فتره الحصاد بيناتهم متباعده، انت بتزرع البينز بتقطف منه على عدد من القطفات، الكورن بتحصده مثلا ممكن واحد مبكر وواحد متاخر، فبكون في عندك مجال انه الاعداء الحيويه انها تهرب او انها تلاقي لها بيئه اخرى اللي هي تعيش فيها، عشان هيك يضلوا في عندك مصدر للغذاء ومكان للاختباء على مدار السنة، فبالتالي بتضلها عندك الأعداء الحيوية موجودة في الحقل. تفضل. بس بحصده متأخر، يعني هلا أنا لما بدي ألقط الفاصوليا يستفيد منه عبين ما انا ازرع المحصول الجديد اللي هو بده يكون، مش انا مره واحده مثل القمح. القمح شو بنيجي بنحصد كل الارض، الارض بتصير كلها جرداء، طب الاعداء الحيوانيه وين بدها تروح؟ وين بدها تتخبى؟ وين بدها تاكل؟ فبالتالي انه بتصير تموت. انا بالفتره هاي اللي بدها تصير تموت فيها في عندي محصول ثاني اللي هو اللي انا تاركته الكورن مثلا، بتغذى على الحشرات اللي موجوده عليه. بعد فتره بدي ازرع، مش راح ازرع زراعه جديده للفاصوليا او لمحصول جديد، راح تنتقل الاعداء الحيويه اللي عليه، بفائد الفتره بكون بلشت احصد انا الذره، فبالتالي بصير في عندي دائما مصدر للحشرات، وبالتالي في مصدر للاعداء الحيويه اللي بتحافظ على تعدادها تحت الايكونوميك ثريشولد. This can be applied to control Lycus bugs in cotton and planting alpha adjacent to the cotton. هذه مثال حي ويعني ناجح لما انت بتزرع القطن
بيكون حوالين القطن بيكون دائما حاطين الالفا الفا زارعينها مثل حواجز او حاجز، او ممكن نحط خطوط اللي هي الالفا الفا عشان ايش نكافح اللي هي نوع من انواع اللي هو البق الكروي اللي هو اللايجس باجز اللي زي السوني باجز اللي بيجي على نبات القطن. Allowing and increase natural enemies on ligus and alpha, these natural enemies move to the cotton and control the ligus. بمعنى انك انت هاي الحشر العدو الحيوي بروح وعادة بتكاثر على محصور الالفا، لانه الالفا بيكون عليه عدد كبير من الليجس، فبالتالي بيكون موجود عليه الحشرة. الاعداء الحيوي بتيجي بتتكاثر وبتحط بيوضها وبتحط باعداد كبيرة وبتكمل دورة حياتها. مجرد ما ينتقل او يتفكر الحشرة الليجس تنتقل على القطن بتلاقي لها عدو حيوي واقف لها في المرصاد بمنعها من الاصابة. هلأ الانتر بلانتينج، طبعا عادة المالتي كروبينج والسترايب هارفستينج بتكون لمحاصيل احنا بنزرعها نباتية، يعني محاصيل بنحصدها بنستفيد منها. Interplanting عادة the same principle of multi cropping except that the interplant species are not a crop plant. احنا بنستخدم مش نبات، احنا نبات يعني حقيقي هو نبات ولكن مش محصول حقلي او خضروات او شجري، هي عبارة عن اعشاب. احنا بنستخدم many studies show that woody vegetation near field crops support diverse fauna including the natural enemies of the pest of the plant. وجود النباتات اللي هي الاعشاب اللي احنا عادة بقول لك دائما نظف الحقل، نظف الحقل من جوا الحقل مش حوالين الحقل، حوالين الحقل خلي في عندك اللي هي النباتات اللي هي عشبية اللي ممكن تكون مصدر لاختباء الأعداء الحيوية، مصدر ليكون فيه تيجي عليها حشرات معينة تيجي الأعداء الحيوية تتغذى، فبيكون في عندك مصدر للغذاء للأعداء الحيوية بنهاية الموسم. فبالتالي حوالينه اللي هو بنسميه الفنس أو الأدج اللي هي الحواف بيكون منيح إنه يكون في عندك نباتات عشبية. طبعا مش يصير إنه الأعشاب هاي تصير فيها إنها أوت بريك لإلها وإنها تزيد أعدادها أو إنها تصير بشكل وبائي. بدك تضيف إشي؟ ايوه هذول بدنا نيجي، بس هذول مش عشان هاي الشغله، هذول عباد الشمس والبقدونس نبات هداك بنستفيد منه، هداك انت اللي هي للانتر كروب للمالتي كروبينج او للبانكر او اللي هي رح ناخده اللي هو اتراكتنت اللي هو بيكون مصيده تراب بلانت بنسميه نبات مصيده عشان يجمع الحشرات فيه ويكون في عليه اعداء حيويه وتموت بدل ما تكون موجودة في الحقل. عشبية مثل البيج ويد الأمارانثس، حيات الأمارانثس اللي بتشوفوها هاي اللي بتكون راسها هيك زي هذا بتلاقيها موجودة بكل مكان بالصيف. ممكن الكنوبوديومز اللي هي زي اللي ريحتها سيئة بس تمسك البذور تبعتها بتطلع ريحة زي ريحة السيوج. وفي عندك هدول اللي هم برضو اللي هي النباتات العشبية الثانية like such as big weed الامارانثس، اللامبر كوارتر الكونوبوديوم، الشيبرد باوز اللي هي كبسلة are heavily infested with aphids and several serve as a natural production of aphid predators and parasitoid then moved into the neighboring orchard to and the surrounding with the same weed species. وجود هدول النباتات خاصة هدول النباتات بيكون عليهم اعداد مهولة من الايفيد والمايت والحشرات اللي هي الضارة، ولكن بما انه جاء على اعشاب مش رح يكون عندنا مشكلة. ليش؟ لأنه وجود هدول الحشرات بهاي الكميات بيجي عندنا الناتشرال انيميز اللي هي الأعداء الحيوية الطبيعية بتيجي بتتغذى عليها وبتتكاثر، فبتلاقي في عندك مصدر للأعداء الحيوية على هدول النباتات. فبالتالي لما بيصير في عندك إصابة لنفترض أنت زارع مثلا خيار بالمكشوف أو زارع مثلا بطاطا بتصير الحشرات مثلا المن اللي بده ينتقل على البطاطا في إله مين يوقف له أو في مين واحد عدو حيوي يروح ويكافحوا من المناطق اللي هي مزروعة في الأعشاب. بس هاي بالنهاية تعتبر ويدز هي نشيلها. مش لازم بتشيلها لما يصير في عندك انتاج عالي منها وانها تصير وبائية بالحقل بتشيلها، بس على الحواف بنتركها اساسا يربي الأعداء الحيوية عشان يربي عليها الأعداء الحيوية تكون مصدر انه لانه الأعداء خاصة للبريدتورز عندها خاصية بتحبش تكون مكشوفة تحب دائما تتخبى. العدو البارازيتويد عنده القدره انه يطير ورح ناخذ تفاصيل هاي الشغلات،
بيطير وبتخبى وبكون بيوض وهيك شيء. البريداتورز مكشوف مثل ام سليمان، بتحبش انها تكون الكل يشوفها، بتحب تكون مخبيه، فلازم يكون في عندك شيء تتخبى تحتي، فلازم تتخبى فيه هدول الاعشاب. هيك خلصنا اللي هي ايكولوجيكال، الطرق البيئيه للمكافحه خلصناها. بدنا نروح هلا على الفيزيكال اللي هي الفيزيائيه، الفيزيائيه اللي هي معناتها من غير كيميكالز، من غير معدات، منها نون راديان تراب، اللي باندز، لايف ستوك انسكت تراب، كولر تراب اند لايت تراب، بلانت ماتيريالز از تراب اند فيرمنتيشن تراب. هلا طرق المكافحه الفيزيائيه انه احنا بنستخدم ايش؟ بدنا نصيد، بدنا اللي هي نعمل مثل الترابز او المصائد للحشرات عشان نجمعها لمصدر واحد، بدل ما انا اضطر اني اكافح المنطقه كلياتها، انا بجمعها لمنطقه معينه وبكافحها في هاي المنطقه باستخدام نون راديان ترابز، اللي هي عباره عن ايش؟ الطرق ما الها اضويه، يعني ما بستخدم على الاشعه، يعني ما بستخدم مثلا ضوء او الوان او اي شيء له علاقه في الراديانت او الاشعاع. These traps are to monitor and survey insect population that gain popularity. هاي بستخدمها انا عشان تعطيني indication انه الحشره بلشت تدخل على الحقل، بلشت تدخل على الجرين هاوس، بلشت تدخل على ارضي، فبالتالي انا بصير بعمل مراقبه. مش حكينا احنا لما بدك تحدد الايكونوميك ثريشولد، بدك تشوف تعمل مراقبه لتعداد الحشره في الحقل اللي انت عندك، فبالتالي انا بعمل مراقبه عن طريق هدول النون راديان ترابس، مثل استخدام البند اللي هي عباره عن ايش؟ several recommendation of control especially للكراك worms appeared on early population press. وجود ال band of chestnut buried tied around the trees exclude crack worms larvae. هدول البانز اللي انا بحطهم اللي هي عباره عن شرائح بحطها او ربطات، واحنا مش كانوا قبل يلفوا الشجره بخيش او يحطوها جوا طوس، لحديت هلا في منهم بيعملوا لك اللي هي قطع من الكرتون اللي بيكون فيه الزجزاج بلفوه على ارض على الترنك تبع الشجره، كله هذا عشان يجمع او يعطيني انديكيشن انه انا اقدر اجمع مثلا البيوبا او اللارفي او الحشره اللي هي عشان تيجي على، بدل ما تيجي على الشجره او المحصول تيجي عليها واقدر اخذها واشيلها واحرقها. هلا another technique involves scrubbing the bark. احنا في عندنا بالعنب الكل بيقشر العنب، ليش؟ لانه في عندك حشرات بتيجي تحت البارك، لانه قلف العنب مثل اللي بتكسر، فبكون مكان جيد للحشرات انها تتخبى تحتيه، فانت لما بتزيل هاي المناطق بتكشف ال 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 برضه النخيل نفس الشيء، بتلاقيهم عم بيشيلوا الشجره، بيصيروا بيشيلوا الاجزاء بيعملوها البارك، بيزيلوه عشان انه ما يخلوا مجال انه لما يصير في عندك اي انفكشن يكون مبين، انه تقدر انك تميز انه في عندك اصابه في الحشرات. الكالر تراب الكل بيعرفها، اللي هي مصائد اللونيه، اللي بتشوف بتفوت على جرين هاوس، بتفوت على عند اي، بتلاقي حاطط لك لوح صفراء. شو هاي اللوحه الصفراء؟ اللوحه الصفراء عباره عن لوحه لها عده الوان، في منها اكثر من لون، مش بس الاصفر، في الاسود، في هلا رح نشوف اللي هم، بيعتمد على الحشره اللي انت بدك اياها، وبكون عليها تيب، هذه الماده اللاصقه بتكون تعمل على انه الحشره لما بتيجي وبتلزق فيها، بتلزق فيها وما بتقدر تنسال. طبعا هاي نستخدمها كانديكيتر انه انا بدي احاول ايكونوميك ثريشولد عندي في الجرين هاوس للتوميتو للوايت فلاي مثلا 3، انا بس اجي على التراب هذا الاقي انه في عندي 3 وايت ايفيدز، بعرف انه انا في عندي اصابه، بعرف انه في عندي فيروس، بعرف انه لازم اعمل عمليه مكافحه، بفوت بطلع عليها ما في وايت فلاي، ما عندي الذباب البيضاء، ما بعمل رش بمبيد، ليش انا مش موجود عندي؟ ليش ارش؟ في عندي ايفيدز، في عندي ليف ماينرز، في عندي مشاكل، ولكن الوايت فلاي مش موجوده، فبالتالي ما في داعي ارش مثلا مبيد لاعالج الوايت فلاي او اعمل وقايه من الوايت فلاي. هلا الكلر يعني مثل كل كائن حي، only attract has been tested using attract insect. Insect respond to color dependent on the trap position, the ground compound, the physiological state of the insect, a quality of the incident of the wavelength. طبعا الحشرات طبعا في عوامل كثير بتحدد قديش استجابتها للي هي الكلر ترابس او المصائد اللونيه، على حسب طول موجه الاضاءه، الحاله للحشره، الفتره الاضاءه اللي موجوده، فيسيولوجيكال عوامل فسيولوجية متعلقة في النبات وفي الحشرة.
هلا numerous studies have been tested color combination of different trap types اللي هي اكثر شيء شائعه. في كثير من الدراسات حاولت انها تدمج ما بين الالوان. وجدوا انه اكثر شيء اليلو water traps اللي هي اليلو stick traps واللي هو الفيرمون traps واللونج بايت traps. كلياتهم هدول جربوهم وجدوا انه اكثر شيء مستخدم هو اكثر شيء شائع اللي هو المصائد اللونيه الصفراء. ولكن بنجد انه مثلا الايفيد بنجذب لليلو ستيك تراب. البول وورمز بتيجي على البلو والجرين على حسب اللي هي الفيجوال كيوز اللي عندها للويف لينث. فبالتالي البول ويفل بتستخدمها ممكن تستخدم المصائد الزرقاء او الخضراء. التربس في عندك الوايت ووتر ستيك ترابس. الفلي بيتلز اليالو ووتر ترابز. الامريكان فروت فلاي اليالو واليالو سفيريكال. تشوفوهم هدول الكور في منها بتلاقيها حاليا بتلاقي اشي زي اللوحة واشي بيجي زي اللي هي الطاسة او الكاسة اللي هي بتكون مدورة دائرية من تحت لونها اصفر من وين من فوق شفاف للفروت فلاي. الميديتيرانيا فروت فلاي اللي هي الريد اند بلاك ستيكي تراب. طبعا كل واحد بنجذب لا موجة ضوئية معينة في اللي هي النظام الرؤية عنده. هدول انك بدك تميز بيناتهم. مثلا في عندك في حشرات انها بتنجذب للون الازرق. مثلا الترابس بيجي على الوايت. الفروت فلاي بتيجي على اللون الاصفر. بس ايش الشكل مش المفلطح بدها تيجي على الشكل المدور عشان تعرف انت للمستقبل مش هو بس اللي موجود عندك اللوحة الصفرة. فاذا نزلت على حقل وشفت اشي مدور او اشي لونه ازرق تقول لا هذا مش صح. لا صح بيعتمد على الحشرة اللي عم بتعملها عملية مونيتورينج. هلا في عندنا البلانت ماتيريال تراب اللي هي البانكر بلانت بنسميها. اللي هي انت بتستخدم نبات عارف انه هذا النبات بيجذب نوع من الحشرات وبالتالي وجود هاي الحشرة رح يؤدي الى وجود اعداء حيوية طبيعية في هاي المنطقة. فبالتالي انت بتستخدمه كبلانت تراب. هو نبات عبارة عن المصيدة. النبات هو المصيدة. الريكومندد كنترول تاكتكس بال 1838 كانت ايام زمان انه يستخدموا للكت وورمز واز تو بليس كومباكت بلانت ماتيريال ساتش از الدر سبراوت ميلكويد كلوز اند اذر جرين بلانت ماتيريال ان افري فيف رو اوف ذا سيكس هيل. عاده كانوا بيستخدموا للقاطعات اللي هي الديدان القارضه كانوا يحطوهم انه بطريقه هاي من بال 1800 يعني لسه قبل ما يصير اي اختراعات للمواد الكيماويه. ولكن هي agricultural practices ممارسات زراعية. كل ثلاث أربع صفوف يزرعوها مثلا من المحاصيل يحطوا بقايا نباتات خضراء إنها بمكان معين عشان تيجي الحشرات تيجي على هاي المنطقة بدل ما تيجي على المحصول اللي هم بزرعوه. These compacted plant material will examine the cutworm and kill the shape of instrument. هلأ مجرد ما تيجي القاطعات الأوراق أو القارضات النباتات بتيجي على هاي النباتات مجرد ما هذا بيجوا بياخدوها وبصيروا بيفخصوا فيها وبيقتلوها. To eliminate the need of regular examination of a plant, a farmer later incorporated poison. كانوا بعديها مع التطور الأمور صاروا يحطوا مع هاي النباتات يحطوا سم إن الحشرة لما تيجي تتغذى على هدول النباتات تتغذى على السم بدل ما يضلهم هم يروحوا يقعدوا يفقدوا فيهم إذا موجودة ولا مش موجودة. هلأ traps are also caught in wild worms in field corn and squash bugs in home garden. عادة برضو هاي بيستخدموها بالحدائق المنزلية انه بيستخدموها عشان في عندك اذا في عندك قوارض نباتية اللي هي الديدان القارضة او اذا في عندك اللي هي المصات اللي هي البغز. فعادة تستخدم بعض النباتات عشان تكون كنبات مصيدة. One method trapping insect use part of these plants such as banana pseudo stems and control banana weevil. Banana pseudo stems were split lengthwise and placed near banana suckers. أحد الطرق المستخدمة في مناطق اللي هي بزرعوا فيها الموز عشان ما يصيرش في عندهم إصابة بالبانانا ويفل اللي هي عبارة عن نوع من أنواع الحشرات اللي بتصيب محصول البنانة اللي هي بتشبه الخناف. هي عبارة من الخنافس. وجدوا انه في عنا اللي هي نباتات بتشبه ساق اللي هي بسموها الموز الكذاب لانه ساقها بيشبه ساق البنانة بيجي بتطور فبيقسموه بالنص وبحطوه جنب زراعات البنانة فالخنفس بتيجي على الساق الكاذب بدل ما تروح على محصول البنانة. هاي اللي هي هذا fermentation traps اللي هي
بتعرفوا انتوا ذبابة ثمار الزيتون او ذبابة الميديترينيان فروت فلاي عادة ايش اللي بتنجذب على اي نباتات؟ بتنجذب على رائحة النباتات اللي هي فيها تخمر. الغازات اللي بتصدر عن النباتات المتخمرة هي اللي هي امتى بتيجي النباتات بتتخمر او الفواكه بتتخمر؟ لما بدها توصل مرحلة النضج. هلا مجرد ما توصل مرحلة النضج بتصدر عنها روائح، هاي بتكون ذباب الثمار ثمار او البحر الفروت فلاي بتنجذب لهاي الروائح فبتيجي بتحط بيوضها عليها. فعشان هيك وجدوا انه ممكن يعملوا احنا مصائد باستخدام اللي هي النباتات اللي احنا بنسميها مخمجة، او انها من النباتات تطلع رائحة الخمج بتعمل فرمنتيشن. هلا when pheromones were first developed and employed in trap there was a great promise to reduce lepidopterous pests. طبعا عادة الحشرات اللي بتنجذب للروائح اللي هي حشفية الأجنحة ودبترا اللي هي لبدوبترا اللي هي فراشات والدبترا الذباب. هلا pheromones bite used to trap has been directly largely attack males and food bite eliminate by sex bias. عادة كانوا بيستخدموا الفيرمونز بس باستخدام اللي هو اللي رح نحكي عنه اللي هو فيرمون الجنس. الحشرات لما بدها تيجي تعمل تزاوج بينهم الذكر بينادي على الأنثى أو الأنثى بتنادي على الذكر عن طريق إيش؟ مش بصرخه، عن طريق إصدار كيماويات. هاي المواد الكيماوية هي عبارة عن الفيرمونز. كانوا في الأساس بيستخدموا السكس هرمون انه يجيبوا الحشرات يجذبوها لمصدر لمصيدة، وبالتالي انهم يقللوا من عملية التزاوج. ومجرد ما صارتش عملية التزاوج ما صار بيوض مخصبة، البيوض المخصبة اللي راح تنحط مش مخصبة، فبالتالي مش راح يطلع جنريشن الثاني او الجنريشن الثالث. هلا المثس are naturally attracted by molasses, fermented fruit and honey dew and flower nectar. في الوضع الطبيعي الفراشات تنجذب لروائح اللي هي الفاكهة اللي هي fermentation اللي هي المستوية، وبرضه للملاصز، الملاصز اللي هو زي الدبس، والنبات الفواكه أو الفاكهة اللي هي مثل الناضجة اللي هي وصلت مرحلة الخمج، وبرضه لهاني ديو وفلاور نكتر. عادة هاي الطريقة اللي هي الفراشات بتنجذب لهاي الروائح. Sugar based solution was used to attract and kill oriental fruit moth and conflict moth. من طريقة السلوكيات هاي العثث أو الفراشات وجدوا إنه وجود محلول سكري في مصائد مع سم معين أدى إلى إنه هاي الحشرات مثل الأورينتال فروت موث اللي هي عثة الفاكهة الشرقية والكوذن موث اللي هي عثة ثمار التفاح انجذبت لهدول المصائد وأدى إلى قتلها، لأنها هي أصلاً سلوكها بتنجذب للروائح السكرية. Corn earworm moth are attracted and killed by poisoned molasses and vinegar solution. بينما اللي هي ديدان القارضة للذرة تيجي بتنجذب للدبس والخل، محلول من الدبس والخل تنجذب لإله، فبالتالي عملوا مصائد جذبوها عن طريق هاي الفرمنتيشن قادر او رائحة النبات اللي هي متخمرة وجذبوها لمصدر فيه مادة قتل، فبالتالي صار attract and kill، يعني انا بجذبها لمكان وبعدين بقتلها بنوع من انواع السموم. هل احد الطرق الفيزيائية اللي احنا عادة نستخدمها اللي هي barriers اللي هي الحواجز اللي هي screen, raw covers, trench, practical barrier, inner dust bag, shield packaging. كل هدول انتم بتشوفوهم ابتداء من البارييرز. البارييرز اللي هي مصدات، لما بدك تزرع محاصيل بتلاقي في ناس عاملين ايش؟ مصدات شجريه. انت في حديقه بيتك لو بدكش تبني سور شو بتعمل؟ تعمل اللي هم النباتات السيج اللي هي سياج بتحطه عشان انت منه تعطي منظر جميل. برضه بتمنع ان الحشرات انها تيجي بكميات كبيره، حتى لما بتيجي عليهم لإلهم، فبتعمل انت صد، نوع من انواع الصد من النبات الحشرات الاساسيه انها تيجي على محصولك، فبالتالي انت بتعملها مثل حاجز او بتعيقها. هلا السكرين اللي هي الريشه، انت الريشه سواء من الابيض او الاسود اللي بزرع بالارض شو بيعمل؟ بحط اول ما بزرع النباتات وهي مراحل، هذا بحط بغطيها بنوع من انواع الغطاء اللي هو ممكن يحميها
بحافظ على درجات حرارة التربة، بحافظ على درجات الرطوبة للحد المعلوم، درجات الحرارة نفسها بحافظ عليها، وبنفس الوقت النباتات وهي في مراحل الجيرمينيشن بتكون حساسة جدا للإصابة، فأنت بتمنع إنه يصير عندك إصابة بحشرات أو بأمراض أو بفيروسات، فبالتالي بتحملها نوع من أنواع الحماية. هلا one of the most effective and inexpensive means of insect control is اللي هي prevent entry of at home، اللي هي برضو حتى احنا بالبيوتنا شو في عندك منخل، بدل ما يفوت عندك الدبان والناموس والحشرات طالعه جايه على البيت، بتلاقي كل مكان في الشبابيك عليها منخل اللي هو السكرين، اللي هي عاده برضو اللي هي probably fitted doors window screen، هذول عاده برضو بنستخدمهم نعتبرهم من السكرين اللي بتمنع دخول الافات او الحشرات بشكل بحريتها. على حتى حاليا صار في عندك اللي هم للابواب، لما يكون في عندك انت باب مفتوح على برندا في عندك شبك بتكون حاطه، سواء الشبك موجود على باب او انه الشبك اللي هو اللوز هذا اللي هو بينزل لحاله بتسكر لحاله، هذول كلياتهم نوع من انواع اللي هي سكرينز او اللي هي المشات او اللي هي الشبك اللي بيمنع دخول الحشرات. طبعا حتى في الجرين هاوسز لما تفوت خاصه في الجرين هاوسز اللي بتكون ضخمه، بيكون مثلا عامل لك 5 6 7 بيوت بلاستيكيه مفتوحين على بعض وزارعهم مثلا بندوره، ما مش اول ما بتفوت على على الجرين هاوس بتلاقي عامل لك دبل دور، بتفوت على باب بتسكر بابك بتفتح الباب الثاني، يعني عامل مثل البابين ورا بعض، وبيناتهم حتى بالنص بيكون حاطط لك سكرين مثل اللي هي غطاء او شرشف، بيكون عباره عن المش اللي هو السكرين اللي بيمنع انه لو دخلت ودخلت معك حشره بس تسكر الباب الحشره مش رح تعرف تفوت مباشره على الجرين هاوس، عبما تطلع انت من بيناته مثل الستاره بتفوت على الباب الثاني وبتفوت على الجرين هاوس. هذه احد طرق اللي هي تقليل من دخول الوايت فلاي على الجرين هاوسز او الجلاس هاوسز اللي انت بتستخدمها. الرو كوفرز اللي عبارة عن نوع من أنواع اللي هي نباتات used in broccoli and Chinese cabbage production effectively to reduce damage of cabbage root fly. عادة بتكون إنه الرو كوفرز test such as trap paper color and diminish earth into the impact of cabbage maggot. عادة الرو كوفر اللي هي إذا عمركم شفتوا الناس اللي بيزرعوا الفراولة، بتلاقيه بزرع الفراولة خط الفراولة وبكون حاطط بين الخط والخط قش، هذه الرو كوفرز عبارة عن قش أو بقايا نباتات ناشفة أو اللي هي اللي موجود بيناتهم. ليش هذا؟ عشان الحشرات ما تطلعش من التربة مباشرة، تطلع على النبات، خاصة إذا كان النبات عندك نبات له قيمة مادية عالية، يعني يعطيك كاش ماني مثل الفراولة لما بتزرعها، وهي عشان قريب كتير دايما الفراولة قريبة من الأرض، عادة بتكون قريبة على الأرض كتير وملامسة للأرض، فأنت عشان الحشرات اللي هي الضارة أو الأمراض أو الرطوبة ما تيجي على الفراولة مباشرة، بحطوا ما بين الصف والصف نوع من الأنواع القش، عشان أولا بيحافظوا على رطوبة التربة، الحشرات اللي موجودة في التربة ما تطلعش مباشرة تلاقي بوجهها النبات، فبالتالي تتغذى على الثمار وتحدث الدمج، فبتلاقي في عندك هذولا خاصة البروكلي، البروكلي بتعرفوه الأخضر هذا اللي بيشبه الزهرة، من المحاصيل اللي إلها قيمتها التغذوية وبرضو إلها قيمة مادية، فبزرعوا ما بين التشاينيز كابج، التشاينيز كابج مش الملفوف اللي عندنا المدور، هذا اللي بيجي هيك مطول زي الراس. لا التشاينيز كابج هذا اللي بيجي الملفوف اللي بيجي راسها مبوز، بتعرف طاقية الساحر؟ نفس طاقية الساحر بس هيك بتكون طويلة، هذا بسموه التشاينيز كابج، وبرضه البروكلي، هذول المحاصيل اللي هي اكسبنسيف إلها مصاري، يعني بتجيب بتدر الدخل منيح، فبالتالي ودائما محاصيلها وين؟ على الأرض، يعني الملفوف وين بكون؟ على الأرض، فبالتالي بدك تمنع انه الحشره تطلع تلاقيه وتبدا تحفر فيه، فبتصير عندك اللي هي تغطيته باستخدام اللي هي الرو كفر، باستخدام بعض المواد مثل اللي هي ما يا اما بتغطيه بقش يا اما بتغطيه برضه حتى باللي هي الفيرموكولايت والبيرلايت، هذول اللي بيكونوا خارجيين اللي على الارض. طبعا عادة برضه باستخدام اللي هي الساند او الود اشز عادة بتزيد من اللي هي بتقلل من الإصابة في الماجوت. الترنش اللي هي برضو using cross stones furrow barriers used to control movement of insects from one crop to another.
Stronger breeze blew many bugs into the crescent barrier, rendering effective and furrow. هلا بالزراعات القديمه اللي هم كانوا يزرعوا بين الاتلام كانوا انه عاده عمليات السقايه، عمليات الحراث، عمليات الزراعيه، العمليات الزراعيه كانت تستخدموا الفروز اللي هي بين الاتلام. هلا وجود قبل اللي هي الباريرز، طبعا الباريرز ما بتمنع دخول الحشرات، يعني مجرد ما تيجي رياح قويه ممكن تحملها الحشرات وتزتها بحقلك. هلا بيعتمد على التايب اوف سويل، في عندك اللي هي ممكن انك تستخدمها اللي هي بديفرنت فروز different height. هلا في بعض الزراعات بقول لك الفراوله مثلا بزرعوها صايرين يعلوا التلم عش المصاطب على اساس انه ما تكونش كثير قريبه، في بعض الزراعات بقول لك لا زيرو تيلج يعني خليها على الارض مباشره، في منهم بكون عاملك بقول لك على جنب يعني اعملها على الايدج مش تعملها على التوب، اعملها على الطرف مش هو التلم هيك بكون عاد بكون على الطرف الزاويه حسب الويند بلو حسب ايش عندك هيستوري للحشره، فبالتالي في اختلافات باستخدام اللي هي الترنش. To overcome these problems, proper barrier sock and crystal eliminate many of the problems associated with the creosote furrow barriers. عاده there is a plastic line trench provide more movement of the Colorado beetle into one potato field. حتى اغلب حاليا هذه متبعة عند الكل، لما بترفع انت مصطبه على السريع شو بتحط؟ ملش اسود، هذا الملش الاسود منه بحافظ على الرطوبه، منه بحافظ على درجات حراره التربه، وبنفس الوقت الحشرات اللي موجوده مش بحريه بتطلع وبتتحرك من مكان لمكان، لما بدها تطلع لازم تخزق الملش او تحفر تحت او هيك شيء عشان تقدر تخرج وتنتقل من مكان لمكان. Practical barriers اللي هي عبارة عن many sand, granite, glasses، هدول المواد اللي هي انت بتستخدمهم لعمل حواجز. هاي عادة الماتيريال بتكون انها خاصة نستخدمها لما يكون في عندنا مشكلة بالترمايت. الترمايت اللي هو النمل الابيض اللي بتغذى على الخشب. عادة احنا الحمد لله ما عندنا مشكلة، ولكن في شمال امريكا وجنوب امريكا في عندهم مشكلة حقيقية في الترمايت، اللي هو لانه بيوتهم كلياتها مبنية من خشب، فحاليا صاروا القواعد تبعت بناء البيت قبل كان كله خشب، هلا صاروا يرفعوا كونكريت او يستخدموا تراب او يستخدموا سمنت او يستخدموا بس القواعد لانه هو موجود في التربه، فبالتالي على الاقل انه يحموا البيت وقواعد البيت لما يصير في عندهم اصابه بالنمل الابيض. انر داست اللي هي المواد الخامله اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نقلل من الاصابه، سبيشلي لما بيكون في عندك اللي هي الفيزيكال كنترول اجينست ستور برودكت انسكت. هلا احنا لما بتشوف بلا مؤاخذه لما بتروح تشتري لك كندره او اي شيء بتلاقي بالكرتونه بتلاقي لك حاطط لك كيس ابيض، عمركم شفتوا هذا الكيس ابيض عباره عن ايش؟ عباره عن سيليكا جيل. هاي السيليكا جيل عباره عن ماده طارده، هاي الطارده بتطرد مين؟ بتطرد اللي هي العثه عشان ما تيجيش تحط لك بيضها والبيض يطلع ويطلع منه لارفي واللارفي تبلش تاكل لك بالاحذيه وبالقماش. يعني في عندهم مشكله من المكاتب باوروبا خاصة مكاتب العريقة مثل مكتبة أكسفورد ولا المكتبة اللي ببريطانيا عندهم مشكلة في بقة تتغذى على الورق، فبالتالي كتبهم القديمة اللي أيام هدول المخطوطات دائما بيديروا بالهم عليها وبحطوا السيليكا جل أو النفتالين البولز هدول الكرات النفتالين بس عشان تطرد هاي العثة ما تيجي وتقعد تاكل لهم اللارفي بالورق. نفس الشيء هون بالستورد برودكت خاصة في المخازن اللي هي الصوامع اللي بتخزن مواد القمح والشعير والذرة وهدول المواد المخزونة عشان يمنعوا انه هدول العثث او الفراشات او الخنافس اللي بتلاقيها، يعني اترك افتح كيس طحين واتركه في خزانة يعني شهر شهرين بترجع بتلاقيه في اشي اسود بيطلع منه السوس هذا كلياته، هذا بيكون لانه بيوضه موجود في القمح، يعني مش لانه انتم وسخين او بيتكم مسخ ولكن هو موجود ب الطحين، هذا مجرد ما يجي ويتوفر له الظروف المناسبه بيبدا بعمليه الخروج. عشان تمنع وجودهم هدول بدك مواد طارده، هدول المواد الطارده اللي بتمنع انه هدول انه يبدوا او يكملوا دوره حياتهم باستخدام نون سيكليك دست مثل الساند، الكالين، البادي هاسك، الود اشز اند كلاي، هدول كلياتهم مواد
خاملة انت بتحطهم مع البليتس او مع الصوامع او مع الاكياس اللي انت بتحط فيها مثلا القطن او بتحط فيها المواد اللي هي المحاصيل المخزونة عشان تعمل طرد للحشرات ما تطلع، اللي هي دايميتشيوس ايرث اللي هي عبارة عن سينثيتك ان بارتيسيبيتد سيليكا، كلياتهم هدول والسيليكت جيلز اللي هم شفتوهم الكريستالز هدول عبارة عن مواد خاملة بنحطها احنا عشان تطرد وجود الحشرات المخزونة because in our dust work mechanically to remove and protect waxy layer for exoskeleton the mode of action slower than the chemical insecticide in our dust control several stored product best. هاي هدفها انها هي بتكافح عن طريق طرد او انها بتصدر بعض الروائح اللي هي ممكن انها تنفر الحشرات من هاي المكان فبالتالي يا بتقتلها يا اما تمنع تواجدها. خلينا نحكي عن اخر شنتنتين الباجز اللي هي التكييس. احنا هلا بتروح على منطقه الجنوب عند الخلايله بالخليل بتلاقيهم كيسين العنب، بتروح على اريحه بتلاقيهم كيسين التمر، بتلاقيهم كيسين برضه الموز. طبعا الموز بتخمر تخمير. هذول الاكياس انت بتحط الفاكهه اللي لها قيمه ماديه عاليه داخل كيس عشان تمنع انه الدبابير او العثث او الحشرات تيجي وتحط وتتغذى على الهاد. الشيلد اللي هي عبارة عن ميتال شيلد اللي هو عبارة اللي بنحطه السياج اللي بنحطه حوالين ساق الشجر لما بدك تزرع شجرة زيتون جديدة بتحط، هو مفروض تحط شبك، احنا لا بنحط سطل او خزان او اي اشي معدن انه بتمنع انه الحشرات القوارض او الحفارات تيجي على الساق تحفر فيه فبالتالي لهذا. وبرضه نفس الوقت للترمايت لا، هاي الباند بتكون كرتون بلاستيك، اللي هون الشيلد عبارة عن حديد عبارة عن مادة انت بتمنحها سواء الشبك، وبرضه نفسه بتحطه انت في قواعد البناء لمعالجة الترمايت لما انت بتبني قواعد البيت. احنا عنا الحمد لله عنا بحفروا بصبوا حجر وكونكريت وحديد وشبكة اسمنت وشبكة حديد وابصر شو، برا ما عندهم هذا الحكي، هلا صاروا يحطوا شبكة من الحديد عشان تثبت البيت وبعديها يبنوا عليها الخشب عشان يرفعوا مستوى الخشب عن الأرض عشان الترمايت ما تيجي مباشرة على الخشب. ويعطيكم العافية.